السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. عملية الهدم متواصلة وبلاد مطاع الغربية وسيدي محمد الشريف. خليكم معنا نكتشفوا أجواء ديال عملية الهدم والتفاصيل. كما كتشوفوا معنا الله يسخر اخويا. متابعينا الكرام كما كتلاحظوا معنا عملية الهدم متواصلة. واحد الامر اللي صراحة تبعته عن قرب دابا كنشوفوا ان واحد الباب شاد في باب ديال واحد الاسرة اخرى واللي في الاصل خاصو يريم ان الا ان السيدة القائدة ارتأت الا ان تدخل للبراكة وتشوف ما مدى صعوبة الامر الى راب داك الباب ديال البراكة اللي خاصة في الاصل تريب ولقات انه غادي يأثر على البراكة المجاورة ولغات الهدم ديال الباب تفاديا يعني للتأثير على الأسرة المجاورة. كما كتشوف معنا متابعينا الكرام عملية الهدم غادي في واحد الأجواء جيدة والإخوان ديال الإنعاش الوطني اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة واللي كيتبعوا التعليمات وتقنية خاصة في عملية الهدم، يعني مكاينش تدريب بعشوائية، تقنية خاصة اللي كتسهل عملية الهدم في أسرع وقت البراكة. نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع. شكرا للجميع المتداخلين في عملية الهدم، لا من سلطات محلية لا من إنعاش وطني لا من لجنة ديال العمالة، للجميع جميع المتداخلين في هذه المسألة. نتمنهم الله الخير والتيسير للجميع والناس اللي كيمشيو اليوم الأربعاء للبساتين، الله يدخل عليكم الأمور بالصحة والعافية. ما تنساوش ديما فوتوكوبي لاكارت تكون عندكم، فلوس الموضوع والسانديك باش تمشيو تسهلوا الأمور تدخلوا حويجاتكم وتقضيو الغرض ديالكم. كما كتشوفوا معنا عملية الهدم بدات في ساعات مبكرة من اليوم الأربعاء والأجواء جيدة. صراحة سمعنا تصاريح ديال بعض الناس مساكن مسخاوش، يعني كاين الولف كاين الحنين لبعض الأمور. نتمنى من الله أنه يتعوضوا خير إن شاء الله. ما سهلاش أنك تغير واحد المكان اللي ضربتي فيه واحد 40 سنة ولا 30 سنة، ولكن هذه هي سنة الحياة وهذه هي الأجواء ديال عملية الهدم مباشرة من ولاد مطاع الغربية. إلى هنا متابعينا الكرام ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.